في هناك أربع دول طبعت مع إسرائيل، جزء منهم الله وكيل كان عندهم احتقان خياني ونذالي وخسي غير مسبوقة. وهيو اللي بدهم يلعبوا رياضة وكذا، ما تقول لهم أبدا. واللي هذا لم يحصل مثلا مع دولة زي الأردن أو مصر، لأنه في هناك بحر من الدم، ولكن كمان في هناك انتماء لقضية العرب المركزي اللي هي قضية فلسطين.